السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة أجد فهم إنجليش. درس اليوم هو Daily Routines، الروتين اليومي، يعني داكشي اللي كنديرو كل يوم. نبداو بأول حاجة، أنا أستيقظ. أنا أستيقظ، إذا عندي أنا I أستيقظ. Wake up، wake up. I wake up. أنا أتناول الفطور. أنا أتناول الفطور. أنا I أتناول eat الفطور breakfast. Breakfast. I eat breakfast. إذا عندي أنا أغسل أسناني. أنا أغسل أسناني. أنا هي I أغسل brush أسناني my teeth. My teeth. لاحظوا معايا teeth. Teeth هي الأسنان. My teeth هي أسناني. إذا نبدأ عاوتاني. أنا أستحم. أنا I أستحم take a shower. I take a shower. إذا عندي I wake up، ولكن هاد wake up كنجمعوها في كلمة واحدة. I wake up. I eat breakfast. I brush my teeth. I take a shower. عندنا عاوتاني. أنا أرتدي ملابسي. إذا أنا هي I أرتدي ملابسي. Get dressed. Get dressed. عندنا عاوتاني أنا أمشط شعري. أنا أمشط شعري. إذا أنا I أمشط brush. Brush. لاحظوا معايا I brush. I brush ولكن على حسب الجملة. هنا أنا أغسل أسناني. I brush أغسله. هنا أنا أمشط شعري. أمشط هي نفس الكلمة استعملنا brush. شعري my hair. Hair هي شعر. My hair شعري. إذا عندنا عاوتاني أنا أذهب إلى العمل. إذا أنا I أذهب go إلى to العمل work. I go to work. نعاودوهم. إذا عندنا I wake up. I eat breakfast. I brush my teeth. Teeth. I take a shower. I get dressed. Dressed. I brush my hair. I go to work. نقدروا نقولوا عاوتاني أنا أذهب إلى المدرسة. إذا نفس الحاجة غير بلاصة العمل غنديرو المدرسة. أنا I أذهب go إلى to المدرسة هي school. School. I go to school. إذا عندي أنا أدرس. أنا أدرس
إنجليزية. أنا هي I أدرس study الإنجليزية English I study English. النوم شني أنا أتناول الغداء. إذن أنا هي I أتناول هي eat الغداء lunch. عندنا الفطور breakfast الغداء lunch. أنا أنهيت العمل. إذن أنا I أنهيت finish العمل work. نعودهم. I wake up. I eat breakfast. I brush my teeth. I take a shower. I get dressed. I brush my hair. I go to work. I go to school. I study English. I eat lunch. I finish work. طبعا عشان انا اذهب الى المنزل. اذا هي I اذهب go الى to. ولا بلا ما نديرو to غادي نكتبو I go home. I go home. أنا أصل إلى المنزل. ولا وصلت إلى المنزل. أنا I أصل يعني وصلت. Arrive إلى المنزل. Home. عندنا أنا أطعم الكلب. إذن أنا I أطعم feed الكلب the dog. ولا أنا أطعم القط. إذن نفس الحاجة I feed القط هي the cat. عندنا عاوتاني أنا أقرأ كتابا. إذن أنا I أقرأ read كتابا a book. أنا أشاهد تلفاز. أنا I أشاهد watch تلفاز TV. وفي الأخير أنا أذهب إلى النوم. إذن أنا I أذهب go إلى to. النوم هي sleep. I go to sleep. إذن عودهم آخر مرة. I wake up. I eat breakfast. I brush my teeth. I take a shower. I get dressed. I brush my hair. I go to work.
I go to school. I study English. I eat lunch. I finish work. I go home. I arrive home. I feed the dog. I feed the cat. I read a book. I watch TV. I go to sleep. إذن شكرا بزاف على المتابعة. ما تنساوش تهبطوا لتحت، تضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. كل يوم ان شاء الله غيكون فيديو جديد. شكرا بزاف، ان شاء الله.